الكابتن عبد الغني شهد يبدي استغرابه من عدم تسمية مدرب ذو خبرة مع المنتخب الوطني. نتابع. يعني أنا بالبدء الآن مثلاً أنا كمدرب ما أعرف اللجنة الفنية منه بالاتحاد ولا أعرف لجنة المنتخبات، فأنا الآن مثلاً مدرب ضمن يعني منظومة الاتحاد أو ضمن يعني المنظومة للمدربين، أجهل منهم لجنة المنتخبات واللجنة الفنية. المدير الفني يعني احنا سمعنا به، هذا مو انتقاد، لا هذا انا اعتقد هو واقع حال، فالاختيار اكيد راح يجي يكون من ضمن اعضاء الاتحاد، وهاي مسؤوليتهم هم يتحملون خياراتهم اذا كان صح او لا سامح الله خطا. كل الاسماء اللي رشحوها هي اسماء محترمه يعني، وكنت اتمنى انه يعني الاسماء من ضمنها يكون اسم هو قادر، لو فرض ان المدرب المنتخب صار اي شيء يكون هو قادر على قيادة المنتخب، مو انتقاص من الإخوان الموجودين، ممكن قادرين. لو عرض عليك هذا الاسم يعني هذا التسمية ما تعمل؟ لا يعني أنا مدرب عامل وما يعني ما أجي أخلي نفسي، ممكن مدربين اللي أحسن من عندنا مدربين الكبار اللي موجودين والآن ما عندهم عمل، ممكن يكون هو كمستشار، ممكن يكون كذا، هاي وجهة نظري. لكن هو عندنا القدرة في بالطوارئ.